السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته. أزاح هواء الصيف الساخن غبار المعركة، وابتعدت سحب التراب عن سماء الواقعة، وانجلى الظلام عن هول الفاجعة، وسكتت ألسنة الأمة عن الكلام، وذهلت عقولها من هول الجريمة، وتكسرت أصلاب الضالين على صخرة المصيبة، فيما انتصر الشرف والنسب الرفيع وحل بالظالمين عارها وشنارها، وكأنهم باتوا يتذكرون التوبة عند اقتراب الأمواج العاتية بلحوم أجسامهم الغريقة بالعلو والاستكبار. أعين مشدوهة تسمرت إلى الأمام، وآذان بات يرهقها رعد الفاجعة، وكأن الأرض خاوية على عروشها، وسيرت الجبال والأجداث تتفطر لتخرج خباياها من الأولين والآخرين. هناك يرمق القوم بأبصارهم مستعرضين سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أعيد الماضي لبرهة ومد وقت النهار هناك في آخر المخيم، وكأن نوح راكب السفينة وقد حرم عليهم ركوبها، وكان إبراهيم حامل فأسه التي حطم بها أصنام نمرود وهو يتوعدهم بالويل والثبور. هناك حيث موسى وعصاه التي باتت تريد أن تتلقف شمرا وقيس بن الأشعث، ومن ورائهم عبيد الله بن زياد ويزيد الطاغية. هناك حيث بان للقوم داود وهو يصعقهم بمزاميره ويتوعدهم كما فعل بجالوت. هناك حيث المسيح الذي يحيي الموتى وهو ينبئهم أن قلوبهم باتت عدما وأنهكها الموت وليس لهم قدرة على الحياة مرة أخرى. هناك حيث المخيم نسوة ثكالى وأطفال أيتام وامرأة تتخطى الموت وهي عاجزة عن كل شيء إلا وداعا أخيرا لأخيها الشهيد الحسين المسجى على رمضاء كربلاء. أحسن الله لكم العزاء سادة المشاهدين، وعظم الله لكم الأجر بهذه الواقعة الأليمة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة الخاصة عن يوم عاشوراء وهذه الواقعة والفاجعة الكبيرة جدا التي حلت بالأمة الإسلامية والعالم أجمع نتحدث. وبداية نرحب بضيوفي معي هنا في الاستوديو الدكتور فؤاد الشويلي الأكاديمي والباحث الإسلامي. مرحبا بك دكتور، حياك الله. عظم الله لك الأجر. الله لنا ولكم الأجر. وينضم إلي عبر الأقمار من النجف الأشرف فضيلة الشيخ صلاح العبيدي الأستاذ في الحوزة العلمية. السلام عليكم فضيلة الشيخ وعظم الله لك الأجر، أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور فؤاد الشويلي، الزلزال العنيف الذي حصل في واقعة الطف، كثير من المحدثين والمتابعين يقولون إنه أحدث زلزالا موازيا في وعي الأمة الإسلامية بل في العالم. ربما نصغر حلقة البحث في الأمة الإسلامية ونتحدث كيف حصل هذا الزلزال في وعي الأمة. شكرا جزيلا، أعظم الله أجورنا وأجوركم. تعتبر هذه الحركة التي قام بها الحسين عليه السلام في امتدادات التاريخ بالقراءة التاريخية واحدة من محركات التاريخ، أن للتاريخ مجموعة محركات، هذه المحركات هي التي تستطيع أن تنقل
التاريخ من صورة إلى صورة أخرى، أو يرغم التاريخ على إدخال صورة قد لا تكون في حساباته. وما فعله الحسين عليه السلام في هذه الحركة الكبيرة إنما وضع إعادة قراءة لمادة تصور الجميع أنها أصبحوا قد فرغوا منها، وهي مادة الإسلام. تثبت كل شيء، الخلافة، الملك، فقه السلطان، فقه الأمة، طريقة التعامل مع الآخر، طريقة التعامل المجتمعي، التعاطي مع الأحداث. وإذا بالحسين عليه السلام يفاجئ الأمة أنه يقول لا، ثمة خلط موجود في هذه الأبعاد المفاهيمية، أبعاد أنه السلطان ينبغي أن يطاع متى ما فعل وكيف ما فعل. ثانيا لابد من مجموعة شروط وأساسيات تكون في شخصية الحاكم وفي شخصية الفريق الذي يحكم البلد لكي نضمن سلامة وحقوق الجميع بمختلف طبقاتهم. لذلك لابد أنه نطرح تصوراتنا، وإن كنتم تصورتم أن المادة الإسلامية التي جاء بها خاتم المرسلين هي المادة المفروغ منها، لكنها تحتاج إلى إعادة نظر حينما يكون الفريق المشتغل فريق غير هاضم للنظرية الإسلامية. لذلك حينما قدم الحسين نفسه بتلك الشروط وبتلك الرؤى التي طرحها باتجاه حاكم البلد وهو يزيد، والأسباب الموجبة التي دعته لتسجيل معارضته عليه، أنه قال أنه هنالك ثمة نقاط سلبية في الدائرة الدينية ينبغي ألا تكون موجودة في شخصية الحاكم والسلطان. الأمر الثاني أن هنالك خلل في توزيع الحقوق في الثروات، مسألة المجتمع وتقسيماته، هل هو بناء على تقسيم عشائري؟ إذا هذا يعني دكتور أن آية إكمال الدين وإتمام الإسلام مشروطة بما يأتي بعدها من سلوك الأمة الإسلامية، وربما يتمحور حول ما حصل في كربلاء بقول الإمام الحسين إنما جئت لطلب الإصلاح، أي أن هناك خللا. وبالتالي نحن نقف عند هذه المفردة العجيبة، أنه لم يقل أنني أنشد التغيير. هو لا يريد تغيير، هو ليس لديه مشكلة في نفس الإسلام، في النظام الأساسي الذي هو الإسلام، وليس لديه مشكلة. هو يقول أن هنالك عطب في داخل أجهزة النظام، وعليه اختار مفردة كبيرة وهي مفردة الإصلاح، يعني معالجة عطب داخلي وليس تغيير نظام شامل. لأنه لو طرح رؤية تغييرية يمكن أن يكفر، ويمكن أن يكون خارج الملة، ويمكن أن يعاد النظر هل هو مسلم أم لا، لكنه طرح هذا الطرح الكبير والخطير والدقيق، أنه قال خرجت لطلب الإصلاح بمعنى عطب. العطب من أين يتأتى؟ من وجود أخطاء. كيف تتلمس الأخطاء؟ بتكملة النص الذي طرحه حينما قال أن أدواتي في العمل هي آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. إذن هنالك معروف يحتاج إلى أمر وتكثيف وتركيز في الأمة، بدأ يتغيب في وقت سلطة يزيد، وفي الحقيقة من سلطة معاوية، لكننا الآن نتكلم في الحدث. والجزء الآخر أنه ينهى عن المنكر، بمعنى أنه مجموعة أخطاء بدأت تنتشر ويراد منها أن تتحول إلى جزء طبيعي. طيب من حركة الأمور. دكتور، هذا واضح جدا. دعني أنتقل إلى النجف الأشرف مع فضيلة الشيخ صلاح العبيدي. فضيلة الشيخ، أهلا بك من جديد. يعني الدولة آنذاك بأمصارها المتعددة كانت تقوم على أساس اتفاق داخلي ربما مع رأس السلطة في وقتها، فضلا عن اتفاقات بين الدولة آنذاك والدول المحيطة بها، لا سيما الدولة الرومية. هذا كله توافق، لكن الإمام الحسين أصر على المجيء بفكرة الإصلاح لتحقيق تغيير وتعديل حتى لما اتفقت عليه الأمة الإسلامية. كيف يترجم ذلك واقعا في تغير العصور والأزمنة وصولا إلى الوقت الحاضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم وأجور المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. في الحقيقة الإمام الحسين وواقعة الطف، طبعا لو نظرنا إلى الإمام الحسين، الإمام الحسين سيرة عمرها 57 سنة ويوم واحد اللي هو يوم عاشوراء وواقعة الطف. الإمام الحسين في سيرته قدم وأسس
وتهيئه وهيئ جمهورا من أجل هذا اليوم، يعني لم يكن منفصلا عنه. إن كان نحن ننظر إلى الإمام الحسين أو اليوم المجتمع أو التاريخ ينظر إلى الإمام الحسين في الطف فقط، الإمام الحسين سلام الله عليه كان همه الأكبر هو هم رباني، ولم يكن همه هما دنيويا. ولذلك نرى اليوم المؤرخين عندما ينظرون الإمام الحسين من عدة زوايا، البعض ينظر إليه أنه هم دنيوي مفاده السلطة، البعض ينظر إليه أنه همه هم دنيوي مفاده المجتمع، يعني هو يريد إصلاح المجتمع، يريد أن يعيش المجتمع برفاهية وحالة من الاستقرار والعدالة والإنصاف. البعض ينظر إلى الإمام الحسين ويقرأه تاريخيا أنه همه هم دنيوي، ولكن من أجل التأسيس لفقه الدنيا لو صح التعبير، أو فقه ما ينفع الناس لو صح التعبير. هذه كلها نظرات صحيحة ولكنها نسبية وجزئية. الإمام الحسين همه هم رباني، وهذا الهم يخرج عن دائرة أو مدار أو فلك الزمن الذي حدد به. طبعا هذه ميزة خاصة بالحسين سلام الله عليه دون غيره حتى من الأنبياء أو الأئمة سلام الله عليهم. شنو؟ أنه الإنسان قد يخرق مدار الزمن، يخرق دائرة وفلك الزمن الذي يعيش فيه، اللي هو المقطع الزمني هالسبعين سنة ستين خمسين سنة اللي يعيشها الإنسان، يكسرها ويكون عنده أثر ووجود علمي أو اجتماعي أو إصلاحي يستمر لسنوات كثيرة بعده، أو يعبر مدارين أو ثلاثة أو أربعة من مدارات الزمن. الإمام الحسين كسر مدار الزمن ولكن لم يكسره فقط إلى ما تقدم من المستقبل، وإنما كسره حتى مما سبق من الماضي. ولذلك إحنا عندنا في الإرث الموجود والمتناقل، الإمام له الوراثة، يعني بعد من الزيارات سلام عليك يا وارث، ونعدد الأنبياء في وراثته لهؤلاء الأنبياء، بمعنى أكو يعني كسر الزمن لما مضى أولا، وكسر الزمن لما بعد واقعة الطف. وهذا الكسر البعض كان طبعا بالمناسبة أعداء الحسين عندما أرادوا الإجهاز عليه وعلى أهل بيته وأصحابه في الطف في كربلاء، أرادوا أن يخنقوا الحسين في مقطع زمني أقل مما يسر له، أقل مما أريد له. طيب هذا واضح جدا فضيلة الشيخ. وتنتهي طيب فضيلة الشيخ إذا سمحت لي بالمقاطعة، يعني حينما نستقرأ التاريخ ربما قبل سنة من واقعة الطف أقدمت الدولة الأموية على قتل عدد من الصحابة والتابعين كحجر بن عدي وعدد آخر من الصحابة والتابعين. الإمام الحسين كان ينشد الإصلاح في هذه الدولة في الأمة الإسلامية، لكن كان يعلم أن من يتسنم رأس السلطة يعني مستعد لعمل أي شيء وقتل أيا كان للحفاظ على منصبه وسلطته. هنا أصبح التعارض بين الإصلاح كضرورة وبين الواقع بما يحتويه من صفات للدولة الحاكمة آنذاك. نعم، أنا بس أرجو تفضل. أكد على نقطة جنابك ذكرتها. أنا أعتقد أنه نظرة نسبية من قبل الباحثين للإمام الحسين، وهو معالجة ما موجود وتحقق من فساد من قبل ثلة بني أمية في عصره. طبعا هو حاربها شخصا في زمانه، ولكن هو حارب كل دعوة للتحريف والتزييف والتزوير على منهجية المصطفى صلى الله عليه وسلم، على المنهجية الربانية. لذلك قال إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي، أمة جده فقط في عام 61 هجرية أو ستينات هجرية في العقد هذا أو قبله أو بعد، لا، أمة جده إلى يومنا الحالي هي مستمرة، وإلى قيام الساعة هي مستمرة. فإذا هذا اللي أرد أقوله، هو كسر طوق ومدار الزمن الذي عاش فيه الحسين إلى مدارات عديدة متعددة، هكذا يفهمها البعض. اعتقادي أنا أن الإمام الحسين مو كسر المدارات إلى مدارات أخرى، وإنما خرج خارج نطاق الزمن كحقيقة ثابتة. ما يجري اليوم من ذكر للحسين، من شعائر حسينية، من تجسيد، من كتابة التاريخ، هذا عبارة عن توثيق لحقيقة أزلية، حقيقة دائمة ثابتة
احنا جاي نوثقها كلهم بطريقته. الحقيقة نعم. موجودة نعم. لربما البعض في توثيقه لهذه الحقيقة ينظر من زاوية، بل البعض من من ممن يحب الحسين يريد أن يوثق هذه الحقيقة يوثقها بطريقة خاطئة، بطريقة مسيئة، بطريقة غير صحيحة. أقول أن الحسين حقيقة ثابتة عبرت مدارات الزمن، وكل في فلك يسبحون، هكذا أكو فلك، يعني مدار الشمس لها مدار، القمر له مدار، الأفلاك لها مدار، ولذلك كل واحد منا، كل إنسان، كل مخلوق يعيش له مدار زمني يعيش فيه، يستطيع أن يكسره ويخرج إلى ما هو أعلى منه وأفضل منه أم لا، هو يعيش فقط في دائرة زمنه. أكو بعض الناس يعيش ويموت ما حد يعرفه ولا إلى تأثير يمينا أو يسارا في المجتمع أو في غير المجتمع، لكن هنالك من الناس من أثروا تأثيرا إما علميا إما تأثيرا إصلاحيا إما تأثيرا اجتماعيا إما تأثيرا فكريا في المجتمع، بحيث خرجوا من دائرة الزمن. الإمام طيب. الحسين نعم. هيمنة على دوائر الزمن في طريق واضح جدا فضيلة الشيخ التأثير نعم. ولذلك هو اليوم يرثى لمن يحاول أن يطمس هذه الحقيقة نعم. كما يرثى لمن حاول قتله لطمس حقيقته في زمنه. طيب أعود إليك دكتور فؤاد، يعني لماذا أصر ابن زياد على محاصرة الإمام الحسين عليه السلام وعدم تركه يخرج إلى أي مصر من الأمصار الأخرى بعيدا عن يزيد وحكم يزيد؟ يعني هل كان هذا الأمر متاحا للطرفين وما مدلولاته أيضا؟ طبعا هنا احنا نحتاج إلى وثائق تاريخية. الوثائق التاريخية بعضها تقول أنه في الحالة الحوارية التي حصلت بين الحسين وبين ممثلي ابن زياد أنه طلب منهم أن يذهب إلى أحد سواحل البحار أو يكون يرجع للمدينة، أو حتى هنالك نص أنه أذهب إلى ابن عمي وأضع يدي في يده يعني ونتفاهم فيما بيننا. لكن في نص آخر نجد أنه مثلا عقبة بن سمعان اللي كان معه اللي هو كان الغلام اللي عنده يقول ذهبت معه إلى لحظة استشهاده لم أسمح ويتكلم هذا الطرح. فيما يخص الأسباب التي تدعو ابن زياد أن يرغم أو يوجب على الحسين أن ينزل تحت طاعته، إنما هي نقطة للجدل التاريخي للفكرة القبلية أنه هذا من بني هاشم ينبغي أنه يخضع لبني أمية. هذه العقلية القبلية، عقلية التنافس التي يراها الإمام الصادق أنه اختلفنا مع بني أمية في لا إله إلا الله، لكنهم اختلفوا في قضية المجد، في قضية العلو. ولو رجعنا رجوعا تاريخيا لوجدنا أن المشكلة تبدأ بين أمية وهاشم، المشكلة الأصلية هي بين أمية وهاشم ثم توالت. لذلك هذا الذي أراد. الأمر الآخر أنه إرغام شخصية تحمل رمزية عالية مثل الحسين بشهادات من النبي ومن الصحابة، يحمل ملف كبير من الشهادات، إمام قام أو قعد، سيد شباب أهل، نصوص ما يحتاج حتى اثنين يختلفون فيها. فهذه الشهادات اللي يحملها الحسين، إذا استطاع ابن زياد أن يرضخ الحسين وينزله تحت طاعته راح يسجل نقطة كبيرة أمام المجتمع الإسلامي بعمومه، أنه أي آخر لا يفكر في أن يتعرض، لأنه النموذج الأعلى قيمة عبر التاريخ وضمن دائرة الوحي والنبوة قد رضخ لنا وبالتالي صار تحت الطاعة. لذلك تجد الحسين بن علي عليهما السلام في كل نصوصه لا نجد شيء اسمه قتال عنده، لا يوجد. هذه فكرة القتال ما أعرف من أين أجتها بصراحة. كل ما بالأمر أن القضية الكبرى عنده أما أن تنزل أو نجري لك عملية قتل إعدام. هنا الحسين عليه السلام يختار القتل لكن ليس بطريقة الإعدام، أنه هذه التركيبة التي هي السلة والذلة، فيرفع الذلة بموت مع الشرف. وبهذا تحول الحسين عبر التاريخ من شخص اقترن بحدث أعطيني دقيقة اقترن بحدث فأرخنا له إلى قيمة مستمرة. وأنت الآن تتعاطى الحسين بالقيمة، لا تتعاطاه بالشخص،
تتعاطى بالقيمة، أنه الكرامة أكبر شيء ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، وكل الروافد الإيجابية إذا لم تصب في نهر الكرامة لا قيمة لها. إذا طيب. كنت كريما في المجتمع ولا تملك كرامة فأنت غير محترم. طيب. إذا كنت أنا لدي ملاحظة على ما ذكرته قبل قليل في الحديث عن المجتمع القبلي. هل تريد أن تذهب إلى أن الدولة لم تكن متبلورة من الناحية السياسية بعد، وما زالت غارقة في الجانب القبلي بقربها أو زمانيا ومكانيا من الصحراء، فأقدمت على فعل انقلب عليها بدلا أن يرضخوا الإمام الحسين ومن معه لبيعة الحاكم، حولوه إلى شهيد يعني يمثل خنجرا في جسد الظلم حتى الوقت الحاضر؟ يعني خسارة يزيد والدولة في ذلك في هذا الوقت بقتل الإمام الحسين أصبحت أكبر. يعني في دراسة الأسباب والمسببات هذا الكلام يسري، لكننا لا نستطيع أن نغادر أن الحسين بعمر الحادثة، عمر الحادثة للحسين أكبر من الحسين نفسه كعمر، لأن الحادثة يتكلم عنها جده، جده يقول هذا مقتول، أبوه يقول هذا مقتول، ابن عباس يقول هذا مقتول، فمسألة أنه كيف تكون النهاية وحتى في أي مكان هذا شيء مفروغ منه. لذلك الحسين وكأنما يطبق مجموعة خطوات وحيانية. المشكلة التي كان يريد أن يزيحها للنظام الأموي أن فكرة ارتباط الحسين بالدائرة الوحيانية ينبغي أن تقطع، ولذلك بدأ التركيز من قبل كتاب التاريخ أنه طالب سلطة، طالب سلطة ينجح ينجح، ما ينجح ينقتل، وضع طبيعي جدا. أكثر من هذا، هذا أنت تريد تصنع لك مخيال وتريد تعظم اللي تحبه وتبدأ تورد لصور. لكن لما نذهب للاتجاه الإيماني لدائرة الوحي أن النبي يبكي ويضعه على صدره ويبكي، وابن عباس يقول رأيت رؤيا ورحت تكلمت مع النبي وقال هذا الحسين كذا، وعلي يبكي، هذه بمجموعة من الناحية الإيمانية قد لا تدخل في دائرة السبب والمسبب، لا يعقل الآخر. يقول لك أنا أريد علة ومعلول، لكن في الاتجاه الإيماني هذا يعني الحسين كان يطبق مجموعة خطوات. فيما يخص بني أمية ينبغي أن ينتصروا على بني هاشم، لأن بني هاشم يسببون عقدة اجتماعية حتى لو كان انتصارا ونفسية. ماديا فقط أي لا يتجاوز هذه الحدود، المهم أنه يخلص من هذه العقدة. طيب فضيلة الشيخ دعنا نتوقف هنا عذرا على المقاطعة. مشاهدينا ينضم إلي مراسلنا في الكاظمية المقدسة حسام التميمي. حسام السلام عليكم. يعني بعد إعلان نجاح الخطة الموضوعة ليوم 10 من المحرم الحرام، حدثني عن انسيابية حركة الزائرين في المدينة المقدسة وأيضا الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أمس أو قبل ذلك بأيام وصولا إلى هذه اللحظة، تفضل. نعم، اليوم في مدينة الكاظمية المقدسة عشنا يوما حسينيا خالصا منذ ساعات الصباح الأولى وحتى دخولنا معكم في هذا اللقاء المباشر. حقيقة كانت قناة العراقية الإخبارية متواصلة في تغطيات وتقارير حصرية من مدينة الكاظمية المقدسة. حقيقة أعداد كبيرة أدت مراسيم الزيارة إلى مرقد الإمامين الجوادين عليهما السلام وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية. الإجراءات الصحية هي الأهم لهذه الزيارة، كوننا نعيش هذا العام حالة استثنائية بسبب جائحة وباء كورونا، وبالتالي الكل كان يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية والتزام الوقاية الصحية بارتداء الكمامات الطبية والكفوف، وكذلك حقيقة الابتعاد وتحقيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان. في ظل هذه الأعداد الكبيرة التي شهدتها مدينة الكاظمية المقدسة كانت هنالك حقيقة دعوات من قبل العتبة الكاظمية، من قبل أصحاب المواكب، وكذلك من الزائرين أنفسهم على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بتعليمات المرجعية الرشيدة وخلية الأزمة. نريد أن نؤدي زيارة حسينية ونؤدي مراسيم عاشوراء لكن في ظل التزام واضح. حقيقة مدخل الإمامين الجوادين عليهم السلام تبعت العتبة الكاظمية المقدسة بتعقيم المداخل
وفحص درجة حرارة الداخلين إلى مرقد الإمامين الجوادين. كذلك عدد كبير من الزوار، أنا قبل قليل ذكرت في نشرات سابقة بأنه التزام الزائرين نوعا ما كان مقبول، شاهدنا عدد كبير من الزائرين يرتدون الكمامات الطبية والكفوف ويتبعون قضايا التوعية والوقاية، لكن على الجانب الآخر كذلك لمسنا عدم الالتزام، وبالتالي كانت التوصيات واضحة من العتبة والدوائر الخدمية ودوائر وزارة الصحة. أدوا مراسيم الزيارة ولكن حافظوا على صحتكم وصحة حشود الزائرين المتواجدين والمتوجهين حتى هذه اللحظة، ولحظة انضمامنا معكم لا تزال مدينة الكاظمية تشهد حقيقة توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإداء مراسيم زيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهله عليهم السلام، وكذلك ثلة من أصحابه. نعم، حسام التميمي مراسلنا في الكاظمية المقدسة، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي وإلى فضيلة الشيخ صلاح العبيدي. فضيلة الشيخ، يعني جميع الأنظمة الحاكمة في الدولة الإسلامية لم تكن تبتعد عن عنوان الإسلام، بل إن من يتسنم رأس السلطة هو خليفة بالمعنى المعروف ويلقب بأمير المؤمنين بغض النظر عن الاختلاف حول هذا الموضوع. والإمام الحسين عليه السلام جاء لطلب الإصلاح في هذه الأمة، فإذا كانت الدولة دولة إسلامية يعني نتحدث عن مواطن الإصلاح، وربما يقودنا الحديث عن مواطن الخلل الحقيقي في جسد الأمة الإسلامية آنذاك وصولا إلى ما بعد ذلك. هو في الحقيقة هنالك مشكلة عاشتها الأمة الإسلامية ولا زلنا إلى اليوم نعيشها، وحتى في يعني القارئ لتواريخ الأمم الأخرى هم موجودة هذه المشكلة، لكن متركزة لدينا بسبب مهم جدا، لأن احنا لدينا نص سماوي والقرآن الكريم، ولدينا نصوص مقدسة اللي هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كسنة له. المشكلة مالتنا هي كيف نطبق أو كيف نوائم ما بين العنوان والمعنون. ما حصل في خلافة معاوية وأنه استخدمت العناوين لفظا وتم تحشيتها عمليا بالأهواء أو بالرغبات أو وفق ما يتناسب مع سياسة التوريث الأسري للحكم. استخدم عنوان الخلافة اللي هو عنوان مقدس، الخلافة هي هنالك خلافة للإنسان من الله وخليفة الله، هذا عنوان فيه قدسية، فيه مسؤولية وليس فيه امتياز. في الحقيقة عنوان الخلافة خلافة الإنسان لله هو عنوان مسؤولية وليس عنوان امتياز. ما حصل مثلا هناك خلافة لرسول الله في إدارة الأمة وهذا عنوان أيضا مسؤولية وليس فقط عنوان امتياز. نعم استخدم من قبل بعض حواشي الخلفاء الراشدين كعنوان امتياز واستخدموا امتيازاتهم بشكل بشع جدا، وهذا ما بدأ بسببه بدأ الانحراف، لكن نفس الخلفاء كانوا حريصين على أن يكون هو عنوان مسؤولية، وهذا موجود عندما نسمع مثلا أن عمر بن الخطاب يقول لا أبقاني الله لمسألة لها أبو الحسن، أو كان عندما يأتي يعاتبه أحد على شيء فعله وهو غير موافق للسنة يسترجع ويذكر نفسه ويقول ربات الحجال أفضل من عمر بن الخطاب في بعض المشاهد التي النساء تشكل عليه أو تصحح له بعض المفاهيم يسترجع. أما ما حصل في زمن معاوية هو لا، عدم قبول التصحيح، عدم قبول الإشكال، عدم قبول الاستفسار أو السؤال على سلوكيات القائمين عليها، على اعتبار مهم جدا أنه الخلافة هي عنوان للامتيازات وليس عنوان للمسؤوليات التي سيحاسب ويسأل عنها دنيويا وأخرويا. وهذا الانحراف الأكبر الذي حصل. الحسين سلام الله عليه واحدة من موارد التصحيح التي أراد أن يضعها في محلها هي مسألة أن الخليفة يساءل، أن هذا عنوان مقدس وعنوان فيه مسؤوليات قد يعاتب ويحاسب عليه الإنسان، وليس عنوان امتياز هو يصرف كيف يشاء ويقتل كيف يشاء ويجمع من الأموال والجواري كيف يشاء.
طيب فضيلة الشيخ، هذا فيما يتعلق بالمنصب الخليفة، وأنا كنت أتحدث فضيلة الشيخ عن الأمة الإسلامية بحد ذاتها، وربما بطريقة أخرى الإصلاح بالقوانين الإلهية وبما جاء به الإمام الحسين عليه السلام هو ذاته ما كان لدى أبيه عليه السلام ولدى جده صلى الله عليه وآله وسلم. هل له انعكاسات إصلاحية في الدنيا أم يتعلق بالآخرة؟ وأنا أتحدث عن قوم استقبلوا موكب سبايا أهل البيت بالطبول ووصفوهم بالخوارج، هذا يعني أنهم لم تكن لديهم مشكلة دنيوية في التعامل مع السلطة الحاكمة آنذاك. الدين الإسلامي هو دين دنيا وآخرة، وليس دين آخرة فقط، يعني هذا ما يميز الإسلام عن المسيحية، عن المسيحية التي جاء بها عيسى. عيسى لم يتطرق، سلام الله عليه، لم يتطرق إلى شيء من جانب إدارة المجتمع لنفسه أو إدارة وإنما إدارة الفرد لنفسه، بحث عن تزكية الإنسان لنفسه، وركز عليها تركيزا كبيرا على اعتبار أنهم اكتفوا كدين في المسيحية على البقاء على ما شرعه موسى في التوراة والتلمود من طريقة إدارة المجتمع. الإسلام لا، الإسلام يعني إذا كان يماثل أحدا من الأنبياء السابقين يماثل سليمان وداود، ملك وسلطان من أجل إدارة المجتمع في إدارة كاملة لدولة. وهذا ما أراد يعني جزء مما أريد تحريفه من أجل السيطرة والحصول على ترف السلطان، على امتيازات السلطة وعدم المساءلة من قبل المجتمع لهذا السلطان والسلطة، وهذا انحراف كبير جدا. المفروض أنه أكو هنالك شيء جاء به الدين، جاء به الإسلام، هو أنه هنالك معايير عامة صحيحة هي تمثل الحق الذي أراده الله جل وعلا، ومن خالف هذه المعايير يجب أن يسائل ويحاسب ويعاقب إذا ثبت أن هنالك مخالفة قصدية. الفكرة واضحة جدا فضيلة الشيخ. المشكلة اللي بدأت تحصل أنه نفس المعايير تم حرفها، نفس هذه المعايير تم تغييرها، فإذا صار المحاسبة والمعاتبة من يأتي لكي يتحدث عن أشياء أنت خالفتها للمعايير يقول لا هي معاييرك مو صحيحة، إحنا معاييرنا صحيحة. شنو معاييرنا صحيحة؟ الولاء. وهذه هي النقطة المهمة جدا هنا والتي أريد أن أثيرها إذا سمحت لي. وأولي الأمر منكم. مع الدكتور. أود أن أثير هذا الموضوع. هاي مخالفة تغيير المعايير. إليك دكتور فؤاد، هذه النقطة مهمة جدا، التلامس الواقع الذي حصل بين الخطاب الإصلاحي لدى الإمام الحسين عليه السلام والقاعدة الشعبية حصل مع أهل الكوفة بالرسائل المتبادلة بينهم وبين الإمام الحسين، لكن الواقع قدم شيئا مغايرا، يعني نسميه انقلابا تبديلا فلنسميه ما شئنا، لكن بالنتيجة الأمة الإسلامية كانت في واد مغيب تماما عن جوهر الإصلاح المنشود. لماذا؟ أولا لأن موضوعة الإصلاح هي موضوعة جديدة عليهم، هم لا يفقهون الإصلاح، هم يفقهون مجتمع كان بدايات الدولة الحديثة كانوا مجموعة قبائل، مجموعة جماعات، جاء النبي أطر هذا المجموع بمشروعه، بدأت قضية الخلافة من إشكالية الخلافة والمختلفين فيها، ثم تحولت إلى أنه يتسير الأمور وفق طريقة معاوية اللي أوجد لها تقبل من بعد استشهاد الحسن عليه السلام. اللي فعل الحسين عليه السلام أنه طرح قضية إصلاح، من طرح قضية إصلاح لابد أن يحدد هي وينك أخطاء. قال الأخطاء على مستويين، المستوى الأول في نفس شخصية الحاكم، شارب خمر، لعب قرود، قاتل نفس محترمة. هل القاعدة الشعبية تعنى بما يجري في بلاط الخليفة من الأمور التي تحدثت عنها؟ حتى نقرأها قراءة سوسيولوجية، نقرأها قراءة اجتماعية مجتمعية. الأمة أساسا في موضوعة الخلافة ما تتدخل، هذا كون ثابتة في موضوعة الخلافة الإسلامية ما تتدخل. لماذا؟ لأن النصوص الوافدة تقول أنه الخلافة في قريش، هسه على مستوى فهم الإمامية أنه في نص الأئمة وهم من قريش،
في عموم المسلمين أي واحد قرأ شيء من هذه البطون 25 بطن تقريبا هو أي واحد قرأ شيء. فلذلك أنت حتى في عهد معاوية تلاحظ القلق من منه، قال له ما أخاف عليك من هذا الأمر يا ابني يا يزيد إلا من أربعة نفر، من هم عبد الله بن عمر، بن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن أبي بكر، أبو بكر بعد الخليفة الأول، والحسين بن علي، وضاف لهم الرابع من هو عبد الله بن الزبير اللي هو أيضا من بطون قريش. نعم. إذن نعم. المسألة معنية في قيادات قريش، لذلك الجماهير بعمومها تتفرج على فيلم شلون ينتهي بأي سيناريو بأي دراما، مو كل شيء يعني له، ربما تتدخل أحيانا في الإطار العام للحاكم، لكن مسألة أن يكون قريش ما تهتم لا تميم ولا زبيد، على الأقل في المصلحة المجتلبة لدى القاعدة الشعبية. يعني حينما يعرض الإصلاح على الأمة أو قاعدة شعبية عليها أن تجد في الإصلاح منجاة من واقع الجماهير. تقصد الجماهير تسمع النص الديني لكنها ليس لا تملك منسوبا عاليا من الوعي، ولذلك وصل إلينا الفقه السلطاني وصار عندنا فقه الأحكام السلطانية، ولو جلدك ولو شرب الخمر وعاتبك اللي يبقى تبقى الطاعة، أنت صاحب بيعة. عبد الله بن عمر ما نام بالليل إلا ترك بيته دق الباب على عبد الملك قال عم خلطك بيعة، ما يصير أنام لليلة بدون بيعة. فالمشكلة وين؟ المشكلة متراكبة، جهة الخط الأموي جهة يبغي السلطان بأي طريقة، والجهة الأخرى جهة الأمة التي لا تحمل منسوبا عاليا من الوعي. وأنا أتصور اختيار العراق، يعني اختيار العراق لأن هو نفس العراق بطبيعته شخص يتساءل ينقد، يعني كشخصية عراقية الكوفة هو طبيعته يعترض باستمرار ينقد باستمرار ما يتعجب الأمور بسهولة، أما بقية الأمصار فهي مسلمة منقادة. وحتى واقعة الحرة، ترى واقعة الحرة مو لأن استذكروا الحسين ولا لأن صار بخاطرهم، لا، واقعة الحرة لأن هذا ابن غسيل الملائكة راح زار يزيد شاف وضعه مو تمام، قال يا بخاف تنقلب علينا السماء تنطبق علينا خاف يصير بنا شيء، فقاموا وصار هذا الاستباحة. أنا أريد أن أستكمل معك الفكرة دكتور. نعم. وسأعود إليك بالتأكيد، يعني الحديث سأكمله معك بعد أن نذهب إلى مراسلنا في كربلاء المقدس حسين محمد. حسين مرحبا بك. اليوم يعني كربلاء منذ ليلة الأمس شهدت ثقلا كبيرا في عدد الزائرين الوافدين إلى المدينة المقدسة، حدثني عن الإجراءات المتبعة في المدينة وصولا إلى هذه اللحظة. نعم أحمد، كربلاء المقدسة استعدت مبكرا لاستقبال الزائرين وإحياء عاشوراء يعني وسط تهديد انتشار فيروس كورونا. رغم هذا الخطر الكبير والتحذيرات الصحية والجهات المعنية، أصر المحبين بإحياء هذه المراسيم وسط إجراءات أمنية وصحية كبيرة. يعني لن تشهد كربلاء مثل هكذا إجراءات صحية وتحدي كبير لأصحاب المواكب والجهات المعنية وحتى الزائر نفسه. كان هنالك وعي كبير من قبل الزائر، وهناك تحدي كبير لممارسة هذه الطقوس الدينية. يعني لا ننكر أن هناك تجمعات كبيرة حصلت في كربلاء، لكن جميع وأغلب الزائرين مرتدين الكمامات، يعني يراعون الشروط الصحية في إحياء هذه الممارسة الحسينية. يعني كما تشاهد خلفي الآن جموع المحبين والمعزين متواجدين لغاية هذه الساعة، والأعداد تزداد شيئا فشيئا لإحياء هذه الليلة، وهي ليلة الوحشة وإيقاد الشموع. يعني الأسر الكربلائية والأسر العراقية الآن تشاهدها توقد الشموع يعني لاستذكار شهداء واقعة الطف. الإجراءات كما ذكرت كانت هنالك إجراءات تنظيمية كبيرة لهذه الزيارة، والحمد لله شاهدنا هناك تنظيم ودخول الزائرين بانسيابية عالية، وكان هنالك أيضا خطة صحية يعني ساعدت على تقليل الإصابات التي كانت تحذر منها الجهات الصحية، إضافة إلى الخطط الأخرى الخدمية بتقديم الطعام والشراب من قبل المواكب الخدمية بمراعاة الشروط الصحية، إضافة إلى ذلك الجهود الأمنية التي أمنت محافظة كربلاء من محيطها ولمحاورها الخارجية وأيضا على شوارعها الداخلية. والتنظيم شاركت يعني الحشد الشعبي شاركت فرقه بتنظيم ركضة طويريج، وهي شعيرة مهمة جدا. كان هنالك أسلوب حضاري من قبل الزائرين وأيضا المنظمين بدخول الزائرين إلى مراقد المقدسة دون هنالك
هنالك حدوث تدافع او طيب حسين او ما حسين اذا سمحت لي يعني نعم. بدءا من اليوم بانتهاء مراسم العاشر من المحرم الحرام وصولا الى العشرين من صفر اربعينية الامام الحسين عليه السلام، نتحدث عن الخطط الموضوعة من قبل محافظة كربلاء ومن قبل العتبتين المقدستين، هل هناك رفع لمستوى الإجراءات المتبعة؟ نعرف أن ثقل الزائرين ربما يصعب من قوة الإجراءات بسبب العدد الكبير والغفير جدا في يوم العاشر، لكن ماذا بعد ذلك؟ نعم هنالك خوف توجس يعني من ازدياد اعداد الاصابات، مع ذلك اتخذت الحكومه المحليه وحتى المركزيه، كان هناك زياره لوزير الصحه واكد على اهميه الخطه الصحيه لمراعاه هذه التجمعات الدينيه البشريه الكبيره. نعم. يعني هنالك الغيت كثير من المناسبات والمحافل، لكن الزائرين اصروا على اقامه هكذا ممارسات، لا يستطيع اي نعم. جهه ان تمنع نعم. الزائر من اداء مراسيم هذه الزياره. نعم واضح جدا. حسين نعم. محمد مراسلنا في كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور فؤاد في توضيح بسيط جدا. الإمام الحسين حدد يعني محور الإصلاح، ربما أكون مخطئا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما. ويدخل ضمن جميع المفاهيم تدخل جيد. في هذا الموضوع جيد. طيب الفساد المستشري في جسد الأمة، منكر التوافق السياسي بين الأطراف حول بلاط الخليفة والحصول على مكاسب خاصة، هذا منكر. سكوت الأمة عن ما يحصل، هذا منكر. يعني المفروض سلب حقوق الجماهير. طيب المفروض أن استأثروا بالفيء، الإمام يقولها صريحة. طيب المفروض أن هذا المنهج الإصلاحي يلامس ما تريده الأمة الإسلامية في ذلك الوقت وفي كل وقت أيضا، لأن هنالك إشكالية فقهية. الإشكالية الفقهية أين تقع؟ في دعوات الإصلاح وطاعة الخليفة، لا يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين، وبالتالي انتصرت الرؤية الفقهية لطاعة السلطان، وأنه الخروج عن الأمة والخروج عن الجماعة وتخريب الجماعة، هذه كأنما نصوص رتبت وأصبحت هي المعيار الأساسي. يعني أجوع وأخرج على السلطان، لو أجوع وأبقى في طاعته، لا أجوع وأبقى في طاعته، حتى وإن خرج زيد من الناس وقال لنا أن هنالك خلل ينبغي أن نعالجه. فلذلك هو يقول أن الحسين في النصوص اللي طرحها مو مخطئ، لكن مو صحيح نخرب الوضع العام. هذه فكرة تخريب الوضع العام اللي هي إملاء العقل الجمعي للأمة بأن هنالك خلل سيحصل حين يخرج أي فرد من الأمة على الجماعة، لأنه خليفة هكذا ابن تيمية وكذا ببيع هذا العبارة ببيعة شرعية، خلاص انت بايعت بالستة مساء ستة ودقيقة، ما من حقك تقول ليش انت بايعت بيعة شرعية. طيب هذا جانب فقهي المفروض هو المهم. طيب المفروض انه مرتبط بمرحلة زمنية معينة، لماذا انتقل الى مراحل اخرى بعد ان انطفأ هذا الجانب وتحولت الدولة الى دولة مدنية وما زالت الجماهير ربما ترفض الخروج على الوالي والقائد حتى ان كان مخطئا؟ عبر التاريخ، عبر الصيرورة التاريخية، تحول النص الفقهي إلى أداة يستعمله الحاكم في الدولة المدنية متى ما أحس في خطر. لماذا؟ لأن الوازع الديني موجود عند مجموع المجتمعات وإن لم يتعاطوا سلوكه. يعني هو حتى ما يصلي عنده وازع ديني، ما يصوم عند في مجتمعاتنا يوجد عنده وازع ديني. لماذا؟ بسبب احتكاكات الحياة. يعني أنا عايش في العراق ما عندي أي علاقة بالتدين، لا أصلي لا أصوم، بس مجبر أنه أعرف مفردات الدين بسبب الوضع العام، بسبب المزارات الشريفة اللي عندنا، بسبب عندنا مدرسة أبو حنيفة بالعراق، مدرسة الرأي، وإن كانت اندثرت للأسف، كان نسمع بها على الأقل نفهمها نقرأها أوسع من هاي المدارس اللي طلعت لنا، مدارس القتل والذبح وغيرها. عندنا مثلا مدرسة الإمامية، جزء من الشوافع، هذه مدارس ممكن تسوي احتكاك فكري. فبالتالي حتى غير الملتزم دينيا يعيش الدائرة الدينية. في موضوعة الحسين صار التسويق للمشكلة أنه أولاد عم الخلافة إلهم وإحنا نتفرج، إحنا متفرجين. الفريق الكوفي قلنا أنه فريق يمتلك قدرة التساؤل، قدرة النقد. أتصور لي أو أعزلي سببين. الأول لأنه هو طبيعة الشخصية العراقية يسأل وجدلي ويناقش، ما يأكل شيء بسهولة. حتى يعني صار هذا المثل المشهور لما سأل أحد الفقهاء في غير دولة قال له عراقيون أنت، من شافعي لحب السؤال. الجزء الثاني طبيعة التعاطي مع علي
عليه السلام لما صار سلطان مو مثل طبيعة الخط السلطاني لمعاوية، انه اي مواطن يدخل عليه ويقول له ايش جاي تسوي، حتى ما اصل لخلفك وحتى ما اطلع لك، ويقول له ماكو مشكلة، المهم ان الامة بعمومها ما تتضرر منك، اما اني بشكل شخصي هذه قضايا فردية، اما قضايا الامة اوقفك عندها. لذلك علمهم منطق الحوار والجدل والاعتراض والاشكال مع ما يحمله من اهليات. طيب في الامة، في الامة في زمن الحسين الامة بعد بدأ يترسخ عندها، احنا عندنا معاوية 20 إلا كم شهر، ربما 19 سنة وثمانية أشهر كما يذكر المسعودي في مروجة. فالتربية اللي رباها ما عنده مشكلة إلا في الكوفة أو العراق بعمومه، إذا ضمنه لأنهم العراقين البصرة والكوفة. لذلك تجده في الوصية ماذا يقول له؟ وأما أهل العراق، هاي كلش مهمة أستاذ، وأما أهل العراق فإن أرادوا تبديل عامل عليهم كل يوم ففعل لهم. أما أهل العراق لخصوصية المنطقة، لخصوص أنهم ينقدون. طيب أنا عندي عندي تعليق على هذا الموضوع، لكن دعني أنتقل إلى النجف الأشرف مع فضيلة الشيخ صلاح العبيدي. فضيلة الشيخ إليك من جديد، يعني المصلحون وطالبو الإصلاح في جميع الأزمنة يربطون أنفسهم بشكل أو بآخر بالإمام الحسين عليه السلام وبمنهج الإصلاح الذي جاء به. هذا المنهج الثيوقراطي الذي ذكره أو تحدث عنه الدكتور فؤاد الشويلي حول الدولة وارتباطها الديني باعتبار رأس السلطة هو ممثل للإله في الأرض، هل تغير بالقانون الوضعي؟ وهل صعب التقريب بين المنهج الإصلاح الحديث وما جاء به الإمام الحسين، كون القانون قد تبدل وتحول من قانون إلهي منصوص عليه إلى قانون وضعي؟ في الحقيقة احنا اذا ننظر انه الامام الحسين لم يأتي للاصلاح في المؤسسة الدينية او في الدولة الدينية التي عنوانها الخليفة، لا، وانما جاء للاصلاح في هذه الامة التي هم هي امة جده، مهما كان عنوان الحركة الادارية او القيادية او الاجتماعية به، اصلاح في امة جد، هذا حد عام وليس حد خاص مقيد. اللي اريد اشير الى نقطة جنابك أثرتها في أحد أسئلتك قبل قليل، وهي مسألة الدولة المدنية وكيف يمكن المواءمة، وكأنما هنالك مفهوم في الوقت الحالي أن الدكتاتورية هي متولدة من الدولة الدينية، والدكتاتورية سببها هو إضفاء جانب القدسية واللاهوتية على القائد وعلى الملك، وبعد ذلك لا يحق لأحد أن يسائله أو يشاكله أو يعترض عليه، وإلا وجه بالقتل ووجه بما إلى ذلك من التعزير. أقول أنه هذا المفهوم غير صحيح إذا تسمح لي. على مر التاريخ دول كثيرة غير دينية تولد منها جبابرة، هؤلاء الجبابرة أول ما حكموا بعنوان مدني، ولكنه بالتدريج هم تحولوا إلى إشارات وعناوين ثم آلهة دينيين، وهذا موجود في تاريخ شرق آسيا وموجود في تاريخ شمال أفريقيا وموجود في تاريخ أوروبا أيضا، حتى قبل الكنيسة، وموجود في تاريخنا الحديث اليوم. الماركسية جاءت بالشيوع اللي هو عدم وجود، يعني الشيوع ما بين المجتمع، أفراد المجتمع متساوين يشيع بينهم كل شيء، لكن بالنتيجة هيش ولدت أنظمة ما أشدها في الدكتاتورية. الديمقراطية التي جاءت، الأنظمة الديمقراطية التي جاءت في بداية القرن العشرين في وسط أوروبا، ولدت لنا منظومة هتلر النازية التي هي أشد في دكتاتوريتها من منظومة الحاكم الديني لو صح التعبير، يعني حقيقة أله هتلر وأله في اليابان. فضيلة الشيخ، هل تتحدث عن المنظومة الدينية الطبيعية المرتبطة بالقانون الإلهي، أم تتحدث عن المنظومة الدينية المشوهة التي شوهت فيما بعد؟ إذا أردنا نتحدث عن المنظومة الدينية الأصيلة وبطبيعتها، طبعا بالتأكيد ليس هناك عنف، ليس هناك دعوة إلى تحويل هذه الدولة إلى أداة للقمع، لكن نتحدث عن دولة أخرى، وصولا إلى الخلافة المزعومة لداعش والتي أيضا ادعت أنها مرتبطة بالسماء، أليس كذلك؟
نعم أحسنت. هو هذه النقطة المهمة جدا. هي هنا أنا اللي قلت عليه هو تغيير المعايير، هو تحريف المعايير، هو هذا الذي واحدة من الأمور المهمة التي جاء الإمام الحسين، ومو تغيير المفاهيم أو تطبيق المفاهيم، وإنما نفس المعايير صار بها تحريك. أنا أقول لماذا اليوم كل المسلمين يسمون الخلفاء الأربعة يسموهم الخلافة الراشدة؟ لسبب، لأنه المعايير حاولوا التثبت عليها، وإنما يصير النقاش في تطبيقها صحيح أم تطبيقها غير صحيح، وبدأت الفرقة أو الاختلافات فيما بين هنا وهناك. إلا أنه فيما ما بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان هنالك تحريف لأصل المعيار. هذا المعيار مو صحيح، يعني ابتداء معايير جديدة مبنية على التوريث الأسري، مبنية على الترف، مبنية على الاستئثار بالسلطة، الاستئثار بالمال السياسي وما إلى ذلك. هذه حكومة تتخذ العنوان الديني وليس الدينية، كما أنه في الكنيسة كانت هنالك حكومات تتخذ العنوان الديني وليست دينية. العناوين الدينية الصحيحة هي التي تقبل النقاش، تقبل النقد، هي التي هي أنا أسميها الحكومات الترابية. اليوم ما سجد عندنا حكومة، يعني رؤساء حكومات شيعية واسم حكومة شيعية أو هو حاكم شيعي، رؤساء حكومات شيعية افتقروا إلى ترابية علي بن أبي طالب، قلت تمشي أنت بالعنوان الحقيقي الشيعي مو شيعي، أنت بالعنوان السياسي لفئة شيعية إيه، لكن الترابية افتقروا لها. هذا الذي أراد الحسين سلام الله، أن الحاكم يجب أن لا يكون مستأثر بالسلطة، يجب أن لا يتخذ السلطة مدار للامتيازات، وإنما هو مسؤولية. هل هذا فضيلة الشيخ؟ هل هذا يعني عليه أن يكون منضبطاً في أداء هذه المسؤولية؟ هل هذا ضرب للإسلام السياسي فضيلة الشيخ؟ إذا تسمح لي. إذا سمحت لي، لكن إذا سمحت لي سؤال مهم جداً. هل هذا ضرب للإسلام السياسي اليوم؟ أنت تتحدث تقول أن التعامل الإسلام أو تعامل الدين مع المنظومة غير الإسلامية، يعني هذا تعامل منحرف، لكن ماذا عن الإسلام السياسي اليوم؟ هو أنا بينت لك إحنا عندنا ضابطة واحدة، ضابطة أنت حكومة دينية، حكومة مدينية، حكومة مدنية. أنت إذا كنت ترابيا ستكون مقبولا من قبل من يريد أن يجعل للدين أو المنهج الرباني. ماذا تعني فضيلة الشيخ بالترابي؟ كنت مستأثرا بالسلطة، مستأثرا بالمال، نعم. حتى لو كان عنوانك ديني كبير جدا ومقدس كبير جدا، طيب. عليك اكس. لكن اريد اشير الى نقطه، اذا فقط توضيح لمصطلح الترابي فضيله الشيخ. اللي تعترض على الحكم الديني وهي تبتكر الدكتاتوريات، وهي تبتكر السلطويه، وهي تبتكر السيطره على الاموال، وتبتكر الظلم، وتبتكر تبدع في الظلم، تبدع في القتل، تبدع وهي تعترض على الحكم الديني. حبيبي، هو هذه واحده من المغالطات التي اراد الامام سلام الله عليه ان يغيرها في ذهن المجتمع. نعم. احنا يجب ان ننظر الى اداء الحاكم لمحاسبته عليه، ما ان دخل بعنوان الحاكم. هو استخدم عنوان خليفه، استخدم عنوان ملك، استخدم عنوان سلطان، استخدم عنوان امبراطور، استخدم عنوان نازي، استخدم عنوان رئيس مالي، استخدم عنوان مدني، أي عنوان خليه يستخدم. أنا مهمتي المعنون، ما هو أدائك لحقوق المجتمع، ما هو إنصافك ومحاولتك لإيثار العدالة في صفوف المجتمع. هذا أما إذا كانت لديك حاشية، وهذه الحاشية مستأثرة بالمال ومستأثرة بالسلطة ومستأثرة بكل شيء، فأنت على خلاف الدين، وأنت ملعون من قبل المؤمنين ومن قبل الله كائنا من تكون عنوانك. ما لي دخل، حتى لو كنت خليفة، خليفة المسلمين اليوم تلعن المسلمين، اللي هو يزيد بن معاوية، لسبب، لأن أداءه هو الذي جعل المسلمين يقفون هذا الموقف منه، وهذا يجب أن يكون تجاه الكل. اليوم عندنا هسه مع شديد الأسف دعوات إلى الدولة المدنية، أو أن يكون هنالك التكنوقراط المدني. حبيبي، هو من جاء بالفساد بالعراق على سبيل المثال؟ أول من علم العراقيين على فساد المليارات من هم المدنيين اللي جاءوا. أيهم السام الرأي في الكهرباء، حازم الشعلام بوزارة الدفاع، هاي أول حكومة جاءت للعراق. في قصدي، لا أريد، أنا قبل قليل
بينت لك أنه من يستأثر. لكن فضيلة الشيخ تهمة الفساد أصبحت تلاحق الجميع، يعني ليس 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 مرتبطا إذا سمحت لي، أصبح يلاحق الجميع، حتى صوت المطالبين بالإصلاح والمتظاهرين اليوم يعني لم يستثني أحدا من القوى والأحزاب السياسية الموجودة، وبعضها ضمن الإسلام السياسي وليس مدنيا بل ليس مرتبطا أصلا بأي دين. هذا الموضوع موجود يعني. أكيد أنا أقول شيء، المحاولات اللي هي موجودة للتأكيد على العنوان محاولات مو صحيحة. احنا خلينا نأكد على المعنى، احنا خلينا نبحث، يجب ان نبحث عن من يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة من اجل صلاح المجتمع وخير المجتمع، اذا وجدناه فبأي عنوان اراد ان يأتي ممكن التفاهم وياه، وهذا ما شيء ما رأيناه من سيرة اهل البيت صلوات الله عليهم في اكثر من موقف واكثر من موطن ومع اكثر من شخصية. لذلك نقول انه التركيز على العنوان وكأنما هي المخلص مو صحيح، مثل ما أكد البعض وركز البعض على أنه المجاهدين ممن كانوا ضد النظام السابق في العنوان الإسلامي هم اللي بيدهم الخلاص ببداية بعد سقوط النظام السابق، ثبت أنه هذا تركيزهم على العنوان وصلنا إلى فشل اليوم. نعم. هذه التظاهرات ومحاولات الإصلاح إذا ركزت على عناوين محددة بعينها أنها هي التي بيدها الخلاص، أنا أقول لهم لا، راح يطلع عندكم فاسدين وراح يطلع عندكم ناس لا يعملون بشكل صحيح للمجتمع وصلاح المجتمع، وراح نرجع إلى دائرة مفرغة مرة ثانية. طيب. الوعي اللي أكد عليه الدكتور جزاء الله خير، وعي الأمة هو ليس النظر إلى العناوين، وعي الأمة هو النظر إلى البرامج جداً. والمناهج. طيب. فضيلة الشيخ. والأفعال. نعم نعم، دعني أعود إلى دكتور فؤاد الشويلي بالإصلاح في الوقت الحاضر والمنهج الإصلاحي. المفروض أن الإصلاح معنى إنساني غير مرتبط بالأديان. تمام. والأديان قامت على الأساس الإنسانية. تمام. ربط الموضوع بالمدنية وإبعاد العناوين الدينية عن هذا الموضوع، ما الذي يمثله؟ أتصور أنه اللي رادي وصله سماحة الشيخ أنه التركيز على نوع النظام الآخر، نقول هذا إسلام سياسي الآن إسلام، مو هو اللي حل لنا المشكلة، الأزمة مو بالتسمية، هذا اللي قصده وأنا أتفق معه. إحنا المفروض يكون تركيزنا على من يقدم خدمات للمجتمع. يا عزيزي، الآن الحسين ابن علي عليه السلام لما ذكر هذه النقاط السلبية على يزيد، أنت يا أبا عبد الله بغض النظر عن النتيجة انتصارت على يزيد أخذت السلطة، إحنا أجيالنا كلامك هذا ناخذ معيار لو ما ناخذ معيار؟ يعني اللي يستأثر بالمال سواء كان رجل دين من الطراز الممتاز أو كان علماني، هم كلاهما ماذا؟ سلبيا. البحث إنما يتم في مقدار ما يستطيع أن يقدم من خدمات، يعني هذا المنصب اللي يتسلمه أن يكون منطلق للخدمة. الحسين عليه السلام في مشروعه هذا اللي طرحه أنه قال مثل هذه الشخصية اللي تشرب خمر، ليش ما نأخذها بهالمعنى؟ حسن ممكن يفهمها يقول لك لأن الحسين يقول هذا شرب الخمر حرام، مختلفين، لكن إذا رحنا للجانب الآخر نفهم هذا رئيس الدولة لما يكون شارب خمر وفاقد عقله ممكن يطلع لنا قرارات سلبية لو لا؟ إذا كان مثل ما يقول الإمام الحسين قاتل النفس المحترمة، من هي النفس المحترمة؟ الكفاءات. لما تقتل كفاءات بلدك شلون تدير بلدك؟ بأي منطق تدير بلدك وانت تقتل الكفاءات؟ هذه النقطة الثانية. إذا نقول للحسين شكرا جزيلا، الآن لا يمنع معصوم ولا يمنع أنت، أي واحد يقتل الكفاءات هذا سلبي، سواء كان لابس عمامة سواء كان لابس بدلة. الخلاصة واحدة أنه هذا خلل. الخلل الثاني أنه يلعب بالقروض، نقول له يا حسين علي عندك فقهيا حرام، احنا نفهم هذا من عندك، نفهم انه هذا اللي يلعب بالقروض لا هي عن الأمة، المفروض هذا اللي يلعب بالقروض المفروض مجتمع كله مستأنس، اللي نسأل عليه وين يقول لنا والله ماخذ عائلة الألعاب وانت ماخذ الجزيرة العراس وانت ماخذ الجزيرة، ليه مرتاحين؟ المفروض يحقق هاي نسبة الرفاهية العامة للأمة حتى بعدها نقول له شكرا. أما يكون بهاي الصفات والجماهير متعبة ومنهكة والألم يصيبها هذا خلل. وعليه الحسين عليه السلام بحركته لما شاف انه هذا الخطاب ما جاء اثر، هو واقعا ما اثر، والدليل انه انقتل بشر قتله وبطريقه ماساويه وصار الكلام كلام ماساوي واحنا لليوم نعيش الماساه لانها ماساه، لكن الحسين بهذا الفعل بعث لنا مسج جدا مهم، وهو انه تحولوا معي من شخص
حدث تاريخي ربما في فهمكم يموت بموت قراءة الصفحة وتقلب إلى رمزية عليا. رمزية عليا. الخلل وين عندنا؟ جهوية فهمنا للحسين أنه دائما صيرنا للتعبئة الثورية بس ما فهمنا من ناحية دستورية، ما فهمنا من ناحية إدارة شؤون البلد، ما فهمنا من ناحية فتح ملفات النزاع. أو بطريقة أخرى دكتور، عجزنا عن تحويل المفهوم إلى واقع ملموس، إلى واقع ومصداق. يعني الإنسان يؤمن بالمحسوسات، بالمصالح. بالضبط. وأعود إلى المصالح المجتلبة. الإمام الحسين أراد الإصلاح، هذا الإصلاح يترجم إلى سلوك، سلوك سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي. ولا ما فائدة على المستوى النظري؟ طيب. ما الفائدة يوميا نقول إصلاح إصلاح؟ هل 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 هنا سؤال. نعم. هل عجز المفكرون عن تحويل المفهوم إلى واقع أو ترجمته إلى إصلاحات واقعية ملموسة يحتاجها الإنسان؟ مضطر أتكلم لك عن الدائرة الإسلامية. لأن ربما إذا ذهبنا لأمريكا، أمريكا عمرها 5 قرون وغير، ما عندها ارتباطات اجتماعية وعقائد وتقاليد بهالمعنى القبلي، ولذلك هم اضطروا أن يتفقون كفريق أنه كيف تكون أمريكا، فمشوا بهالاتجاه. أو أنه الثورة الفرنسية في، لكن تعاملوا مع رموزهم بطريقة تختلف. لماذا؟ لماذا؟ لأن القيودات الدينية برؤية الفقهاء مو برؤية الله. خلي أنا أتحمل هاي العبارة. طيب. المشكلة عندنا دين الله لو قراءة الفقهاء للدين. لا، أنا حينما قلت المفكرين لم أقصد الفقهاء. تقصد اللي ممكن يبحث يعني بشكل الدستوري. الفقيه مستنبط يعني بالدرجة الأساسية هو مستنبط. لكن أتحدث عن المفكرين والمثقفين والنخب. مطرودين في المجتمع الإسلامي، مطرودين. أنا الآن هسا إذا أريد أحكي ألف عبارة صحيحة برؤية فكرية، ممكن ألقى متابعات على اليوتيوب 100-150، يطلع عنا شيخ هسه مثلا الله يحفظهم، طبعا جزاهم الله خير، مو قصد السوء، قصد طبيعة المجتمع كيف يتلقى، يقرأ له فرد نعي، تلقى يجوز فد، تحسب له بعد ساعة تلقى فد 50,000 بس نسبة المشاهدات. وبطبيعة النخب قليلة، ولذلك الله تعالى حتى بمنطق القرآن عبر عنهم ماذا؟ اجتباهم، اصطفاهم. لماذا؟ لأنهم قلة. وأنت إذا تلاحظ مشروع الأنبياء بحسب السرديات التاريخية أنه الحد الخاتم صلى الله عليه وآله 124,000. إحنا اليوم اقتربنا، عبرنا 7 مليار بالعالم. هو 7 مليار يكفيهم 124,000 نبي؟ بس إحنا هذا جيننا. فكيف بالأجيال الغابرة؟ المفكرين يا أستاذنا على طول التاريخ مظلومين من قبل الزمن ومن قبل الوعي. أنت علي تمدح بي، صدقني صدقني اليوم إذا الله يبعثه حيا ويشارك بالانتخابات هم ما يفوز. لماذا؟ الجماهير تريد شيء، تقول عنك أنت جميل، لا تقول عنك أنت أنك رائع، لكن بنتبدي تدخل بمساساتها الخاصة لا ما تقبلك. وربما تحكي وياك كثيرا في النصوص القيمية لكنها في لحظة. لماذا شخصية الحر الرياحي ليست واقعا وتحولا جذريا؟ والله عاشت ذكاء. هاي انت هسه ما اعترضت علي، انت ساندني، لان احنا من 1382 سنه طلعنا لنا بس واحد او اثنين او ثلاثه. احنا نتكلم عن المفروض عن ظاهره استاذ احمد حمود، نتكلم عن افراد. يعني انت تقول لي حر، تقول لي صدر اول، تقول لي صدر ثاني، تقول لي كم اسم، هذول نسميهم ظاهره ولا نسميهم افراد؟ احنا مجتمعات بملايين من البشر لكن الأمة لا تتقبلهم. نعم تحسن تعزيتهم، تمدحهم، تسوي لهم ثوابات. المجتمعات عندنا الإسلامية مجتمعات تعيش الدين حتى لو تدعي العلمانية والدولة المدنية، وهذا مو عيب. العيب وين؟ في أنه ما عندك رؤية استراتيجية كيف أعيش الغد، كيف أعيش لمدة عام. أنا أستبعد الآن، يستطيع الآن فريق عندك هنا، أستبعد وأتمنى أكون مخطئ، ويقول لا إحنا نقدر نعطيكم هاي رؤيتنا، العالم راح يتحرك، عندنا المجتمع العراقي بقراءة اجتماعية نفسية يتحرك بال10 سنوات القادمة بالخطوات من 1 إلى 10. مستبعد. خليني أنقل هذا الموضوع إلى فضيلة الشيخ صلاح العبيدي. فضيلة الشيخ، استمعت إلى حديث دكتور فؤاد الشويلي ومهم جدا رأيك في هذا الموضوع، عجز الأمة الإسلامية عن إيجاد استراتيجية طويلة الأمد أو متوسطة الأمد، ما رأيك؟ طبعا إذا احنا يعني منطق استخدمه الدكتور إذا كان يقصده ففيه شيء من
المغالطة، ومنطق أنه هل كل المؤسسة الدينية بكل شخصياتها مطالبين بوضع هذه الاستراتيجية؟ يقول لك ما موجود، لكن توجد شخصيات في المؤسسة الدينية قادرة على وضع مثل هذه الاستراتيجية والرؤية المستقبلية بمقدار من المقادير. إيه موجودة، موجودين. نعم هنالك مشكلة، وين هل هؤلاء القادرين على ذلك يسمع لهم سواء في داخل المؤسسة الدينية أو خارجها أم لا يسمع لهم؟ نفس المشكلة اللي موجودة تجاه المفكرين موجودة تجاه رجل الدين. رجل الدين مو اليوم بدأ يذم، في غابر الأزمان أيضا حتى في زمن النظام السابق. الناس تريد من كل من هو فيه مسؤولية، سواء مسؤولية دينية أو اجتماعية أو سياسية أو فكرية، تريد منه يلبي لها طلباته، ما تريد منه يعطيها ما يريد، تريد منه أن يعطيها ما تريد. هاي نقطة مهمة جدا. إحنا إذا فهمنا المجتمع بهالطريقة نستطيع أن نحمله إلى ما يريد الله أو إلى ما يعني نريده في استراتيجيتنا، سكان من تكون استراتيجية دينية أو غيرها. لكن إذا فهمنا أردنا المجتمع أن يستجيب لنا كما نحن لا أن نصل إليه كما هو، ما رح نصل إلى نتيجة. لماذا على سبيل المثال الحسين ابن علي المجتمع بأقله وأكثره يتعاطف معه ويستجيب لنهضته ويصل إليه بمستوى من المستوى؟ لسبب مهم جدا، لأنه هو نهض من أجل المجتمع، هو أراد أن يضحي من أجل كيف يكون للمجتمع خير وصلاح، وهذا الناس لمسته بالوجدان، ما احتاجت إلى مفكرين، ما احتاجت إلى منظرين، ما احتاجت إلى مستأثرين، وإنما لمسته بالوجدان. هذا اللمس الوجداني، الوصول الإيصال الوجداني هو الذي يوصل إلى نتائج. مع احترامي وتقديري المفكر ضروري ومهم جدا، يضع استراتيجية ضروري ومهم جدا، كيفية التطبيق هنا أنت تجذب بها المجتمع. لا تطلب من المجتمع أن يوصل لك لأنك وضعت شيء كاستراتيجية للمستقبل، لكن يعني تجبر المجتمع أن يتعاطف معك إذا كانت اللمسة والطريقة التي ثبتت بها الإصلاح هي طريقة وجدانية، مو طريقة تنظيرية ولا طريقة فرض على الآخر، حتى لو كانت أفضل الطرق وأفضل الفروض. أنا أضرب مثال على سبيل المثال. نعم. اليوم مثلا في مسألة كورونا وعلاج كورونا، منظرين في الطب خاصين واختصاصهم هو الأوبئة وضعوا أمور وبرامج ما جاوبوا يهم المجتمع كثيرا، بينما جاوبوا طبيب ممارس في مدينة الصدير وضع لهم علاج بدني أو علاج طبيعي للتعاطي مع مرض كورونا في واحدة من الأحوال. المجتمع الجانس وياه جاوب وياه وبدأ يمدحه وبدأ ينشر له. ليش؟ لأن هو وصل إلى جزء من المشكلة ممكن عالج أسعف الناس في طريقة علاجه. أما أنه أنت تقعد تنظر لي وأنت حاصل على أعلى درجة بروفيسور في مسألة في اختصاصك وأنت ما واصل للمجتمع، المجتمع ما يتجاوب وياك. هاي أبجديات اجتماعية، علم الاجتماع هاي أبجديات، شلون تتعامل أنت تعرف تتعامل وياه. ولذلك أقول الحسين من إبداعه صلوات الله عليه وسلامه هو لم يخترق المجتمع، يخترق مدارات الزمن ويعبر على مدارات الزمن بفئة محددة من المجتمع. اليوم أينشتاين يتلذذ به ويتعشقه اختصاصي الفيزياء ومن لديهم اختصاصات علمية منها، أنا أقول لك إلى آلاف السنين إذا امتدت الدنيا إلى آلاف السنين. لكن هل يتلذذ به آخرون من بسطاء الناس؟ ما يعرفون وش يقول أينشتاين. نعم، بينما أنت تأتي إلى شخصيات ممكن أن تصل إلى المجتمع بكله بمثقفه بمتخصصه بعامه بهذا المصلح، هذا المصلح اللي ممكن أن نشير إليه، وهذا هو الحسين سلام الله، هذا النموذج اللي جاب الحسين سلام الله. وهنالك من هذا النموذج كثيرين في التاريخ. طيب محمد فضيلة عبده الشيخ هكذا كان في مصر. نعم. على سبيل نعم فضيلة الشيخ محمد عبده، هناك إلى يومك نقطة هذا مهمة المجتمع جدا. المصري من يعني من عوامل نعم هناك نقطة مهمة أريد أن أثيرها معك فضيلة الشيخ. النظر إلى الإمام الحسين كمعيار لتحقيق أمر يصعب على الأمة الإسلامية الاعتيادية أن تحققه، هذا شيء بكون أن الإمام يملك الولاية التكوينية، ونظرة أخرى تقول أن المبادئ الأساسية هي موجودة حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هي مبادئ إنسانية يجب أن تتحقق، وأن الدين جاء ليعزز المبادئ الإنسانية حتى أن النبي جاء ليتمم مكارم الأخلاق. بالنتيجة
لماذا لا يتحقق المصداق اليوم في العالم الحديث؟ لماذا ما زلنا ننظر إلى المعيار ونريد أن نصل إليه وهناك من يقول لن تصلوا؟ اسمح لي، كل أئمتنا سلام الله عليهم لم يتعاملوا في مسألة الإصلاح الاجتماعي بالولاية التكوينية، يتعاملوا كأناس مصلحين بالمقادير الإنسانية التي يستطيعها كل إنسان بحسب ما أوتيه من إمكانية وطاقة وعنوان. نعم. لكن أقول شيء مهم جدا، هي مهمتنا هذا، هنا أنا أضطر أن أكون يعني أنظر إلى الجانب العقائدي الديني، هو مو مهمتنا أنه على الأرض نصنع بالضرورة مجتمع راقي وفيه العدالة تامة 100%، لا، مهمتنا الحفاظ على المعايير التي ممكن أن تقود على إلى هذا المجتمع. المغالطات اللي جاي تحدث هو تغيير هذه المعايير أولا، وإنشاء معايير جديدة للفساد هي التي يجب أن تتبع، معايير يعني هي التي تتحول إلى دستور إنساني ويتحدثون بلسان الإنسانية، وهو هذا مغاير 100%. هذه يعني مو فقط ترك هذه المعايير اللي هي معايير صحيحة وإنسانية ووجدانية، لا، وإنما الذهاب إلى المعايير الأخرى وذم المعايير الصحيحة، وتلك المعايير هي اللي تتحول إلى الأساس، وهذا ما نعانيه اليوم في المجتمع اليوم. يراد أنه لا تقول أنا متدين، تخجل من تقول أنا متدين، بس تقول أنا مثلي ترفع راسك تقول أنا مثلي، هاي أعطيك مثال نموذج على سبيل المثال، وهكذا اليوم مثلا تقول أنا مناوئ لإسرائيل كدولة ظالمة، لا، ما مقبول أنت، لأنه إسرائيل مسيطر على العالم، تقول تطبيع أنت إيه تتبع، أنت تصير التطبيع هو الطريقة. شوف هاي المغالطة بالمعايير، هذه قدم الإمام سلام الله عليه نموذجا أنه من أراد المساس بالمعايير الإنسانية الوجدانية الصحيحة فمآله إلى مزبلة التاريخ كما حدث مع يزيد ومعاوية، ومن أراد أن يتحاكى مع هذه المعايير الإنسانية الوجدانية الصحيحة بعنوانها الإسلامي، بعنوانها الإنساني، بعنوان العدالة الصحيحة، أنت مآلك إلى أعلى طيب. مستوى. واضح جدا فضيلة الشيخ، يعني لدي وقت ضيق جدا، يعني ما تبقى معك دكتور فؤاد ورأيك في هذا الموضوع. يعني سماحة الشيخ قال إن كان الدكتور هذا رأيه فهو مغالطة، ثم استرسل جزاه الله خير، لم يكن رأيك أصلا يعني. ولم يكن رأيي أصلا تماما. وبالتالي نحن أمام واقع ملموس يا أستاذ أحمد. الواقع الملموس أن هنالك فساد، هل هنالك من يختلف أن الفساد لابد أن ينتهي، لابد أن يواجه؟ هذا شيء. هل المشكلة في أن نقول أن هذا فساد؟ أيضا أي مواطن تلزمه بالشارع يقدر يشرح لك الفساد بغض النظر عن تحصيله الدراسي وعن ميولاته واتجاهات القبليات المعرفية والفكرية والحزب، ويحكي لك على الفساد. احنا نتكلم أين؟ نتكلم ما هي المعيارية التي يمكن من خلالها مواجهة السوء، ما هي المعيارية التي من خلالها أن نفهم الذي يتسنم السلطة وفريق العمل كيف يتعاطى مع الإشكالية ضمن خطوات مدروسة ومنهج وزمن، وإلا ليس الباب مفتوح على مصراعيه لكل شيء. أنت حر في كل شيء، تترك العالم 20 سنة إن شاء الله نحل لكم المشكلة، 30 مشكلة نحل المشكلة. طيب. لابد من وجود قيود ومنهج وخطوات مدروسة ضمن آليات معتمدة ومعتبرة. الدكتور فؤاد الشويلي الأكاديمي والباحث الإسلامي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. أشكر ضيفي عبر الأقمار من النجف الأشرف فضيلة الشيخ صلاح العبيدي الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه التغطية، لكن التغطيات مستمرة من العراقية الإخبارية. بعد الفاصل نعود لكم في تغطية سياسية وأبرز المحاور، تابعونا.